بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. إخواني أخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في بعض الأحيان يصيبني ما يصيب الإنسان بطبيعة ضعفه، نوع من إذا شئتم أن تقولوا من العياء أو من نقص الحماس، أو وكما تعرفونني فدائما أحدثكم بصراحة ووضوح عن ما ينتابني وعن ما نحن بصدده. ولكن الحمد لله، لما حضرت ورأيت أن نجمعكم، يعني نسبة الحاضرين فيه يعني لا بأس بها لنقل، يعني شعرت بنوع من استرداد الأنفاس. ذلك إخواني أنه يعني دائما كان هذا الأمر يؤرقني، وهو أمر الاستمرار في المهام التي شاءت أقدار الله أن نتحملها، والمسؤوليات، وخصوصا حين تكون عندنا فرصة لنحضر للقاءات أو يعني هيئات أخرى أو اجتماعات أو مؤتمرات ونسمعهم يتحدثون عن هذا. نحن الذين يعني نشعر في بعض الأحيان بأن يعني الدوافع إلى الاستمرار وإلى الصمود نشعر بها تضعف وتقل، وتحدثنا أنفسنا أن نتخلى، فنشعر بنوع من الحياء والخجل. البارحة كان وفد من حزب العدالة والتنمية برئاستي وبحضور الإخوة السي سعيد خيرون والسي دريس الأزمي والأخت سعيدة أبو سيف والسي رضا بن خلدون، أظن بل إن هنالك إخوة آخرين حضروا منهم السي البقرعي إلى آخره والسي بوانو أظن. يعني في مؤتمر الحركة الشعبية، وهو مؤتمر يعني لا بأس به، حضره عدد كبير من الناس. أنتم تعرفون الحركة الشعبية هي حركة شعبية، بمعنى آخر مهما كانت الظروف السياسية تبقى موجودة وتبقى متلاحمة، ولكن كانت هنالك كلمة، الأمين العام كانت له كلمة محترمة، ولكن كانت هنالك كلمة للأخ سي سعيد مسكان الذي تعرفونه جميعا وأظن أنكم تقدرونه جميعا. الرجل يعني رجل من رجال الوطن الذين تميزوا بالنزاهة وتميزوا بمحاولة قول الحق ومحاولة المجاهدة من موقعه الصعب، لأنه أن يكون عندك هذه الأفكار وهذه القناعات يعني دائما تجد صعوبة، وفي الأحزاب تجد صعوبة بعضها أكبر من بعض، ولكنه كان يتحدث وكأنه يعني يوصي وصية مودية ويتكلم عن مساره وكيف أنه حاول وأنه لا يزال يحاول وما يزال يعاهد الله أن يستمر إلى النهاية. هذا إذا كانت هذه الحركة تسمى الحركة الشعبية. نحن إخواني معشر أبناء العدالة والتنمية دعوانا عريضة، نحن لسنا حزبا سياسيا قام من أجل إيديولوجية عادية، ولا حزبا سياسيا قام من أجل الدفاع عن فئة اجتماعية، وكل هذا مشروع ما كاين حتى مشكل، أو فئة عرقية يعني، أو حزب سياسي
يعني دخل المعترك من أجل تحقيق مكاسب، مكاسب لأفراده على مختلف انتماءاتهم أو غيرها، مما هو موجود بدون شك. نحن حزب نبع من المجتمع، يعني حزب متكون في أصله من شباب كانت أعمارهم حوالي 20، انطلق في هذه الدنيا رافعا راية الإسلام ومدعيا ابتغاء مرضات الله ووجه الله والدار الآخرة، ولعمري هذا أعظم ما يمكن أن يقوله الإنسان في هذه الأرض. وإذا كان هذا شرف عظيم وكبير، فهو كذلك أتقن مسؤولية ممكنة. وبطبيعة الحال يعني الزمان يعني هو يعني مثله كمثل يعني الأحجار التي تدخل إليها الأجسام، وكل حجر ينال منها في دورته ما ينال، فالذي يصل في النهاية إما أن يكون غبارا يتذره الرياح، وإما أن يكون حجيرات صغيرة لا يبالي بها أحد، وإما أن يبقى جسدا يعني له نصيب من التماسك ومن. ونحن هذا المسار قد سرنا فيه طويلا الحمد لله، لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى ما يسر إلى حد اليوم، ولكن يعني المشوار لم ينتهي. بيني وبينكم في بعض الأحيان معاذ الله باش نطلب الله الموت سبحانه وتعالى، ولكن كنقول زعما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة حتى يأتي الرجل قبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك. أنا إن لم أكن قد وصلت إلى هذه الحالة، فليس أقل من أن أقول يعني سبحان الله طال الامتحان. ف يعني كيف سوف نتمكن من الصمود، من الاستمرار، خصوصا وأننا نعي يوما بعد يوم أن الأمور أصعب بكثير مما كنا نتخيل أو نتصور. ليست القضية مرتبطة بجماعة حرة في دولة حرة في عالم حر يعني لها أفكار وتدعو إلى يعني أن يستجيب لها الناس، وتدخل في تدافع مع من حولها، وتصل إلى مواقع متقدمة وتتمكن من إصلاح أوضاع أمتها المغربية بل وأمتها العربية والإسلامية. ليس هذا فقط، يعني شيئا فشيئا ننتبه إخواني إلى أن المتدخلين كثر، ويعني صعب صعب، و يعني يملكون ما لا نملك وما لا نطيق. و يعني لولا يعني لولا لطف الله وفضل الله سبحانه وتعالى يعني لا أدري ماذا كان سيكون وضعنا ووضع أمتنا بصفة عامة. ولكن مع ذلك لا فكك، أولا النصر من عند الله. اليوم كنت بصدد قراءة القرآن الكريم، ووقفت على آية أظنها في سورة الإسراء، في نهاية سورة الإسراء، يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن ربط النصر بالاستقامة، ولا يدخل أي يعني سبب آخر، لا يدخل التكنولوجيا، ولا يدخل الصواريخ العابرة للقارات، ولا يدخل الفلاسفة، ولا يدخل ماكدونالد، ولا يدخل أي واحد منهم. على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول: ينصر الله من ينصره. فأنا من المؤمنين بهذا إيمانا راسخا. و يعني نحن حزب الحمد لله كان له مسار، وكانت له يعني استطاع أن يحقق إنجازات، وأن يقوم بدور أساسي في بلده وأمته إلى حد الآن.
واعتلى يعني أرفع المناصب الممكنة دستوريا في الوطن يعني لمرتين. كل هذا يدل على أنه لسنا حزبا يعني هشا لهذه الدرجة، ولكن لا شك أنه قد دخلنا ما دخل البشر عبر التاريخ. كل إنسان ادعى شيئا إلا وابتلي ومحص، فلهذا اليوم السؤال المطروح علينا هو ليس هو هل سننتصر، لا هذا بيد الله. السؤال المطروح علينا هو هل سنصمد في مواقعنا في القيام بواجبنا نحو أمتنا. واجبنا نحو أمتنا إخواني أخواتي هو أولا قبل كل شيء أن نستقيم نحن. فدائما كانت عندي ملاحظة بسيطة، وهي أن عموم الأحزاب السياسية والمنتمون إلى الهيئات والجماعات التي تدعي أنها تريد أن تغير العالم يتفننون في ذكر عيوب غيرهم خصوصا خصومهم، وهذا مشروع. على كل حال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاب على المشركين أول ما عاب عليهم الشرك بالله. لكن في نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى ألهمه الله إلى نفسه وإلى إخوانه الذين سيتبعونه، ألهمه إلى أن يتطهر وإلى أن يصلي وإلى أن يقوم الليل وإلى أن يستقيم وإلى أن لا يشرك بالله بطبيعة الحال. ثم جاءت الأحكام الأخرى ويبدو أنها لم تكن في ميزان الشرع ثقيلة. إذا 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 رأيتم الترتيب، الصيام جاء من بعد، فحتى الحج أظن حتى الحج النزول ديال الآيات التي تلزم المسلمين بالحج حتى يصبح هو الركن الخامس في الإسلام لم يكن من أول يوم. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة المدة كلها لم يؤثر عنه أنه حج، لم يحج إلا بعد أن يعني اقتربت وفاته صلى الله عليه وسلم. فيعني المهم هو أن هذا المسار الذي أخذناه والذي ندعي أننا نريده لوجه الله سبحانه وتعالى هو مسار كبير وثقيل. أول ما ينبهنا لأنفسنا بيننا وبين خالقنا، وينبهنا لأنفسنا بيننا وبين بعضنا البعض، لأنه أنا نقول لكم بكل صراحة أنا أخوكم وكرا أنا جد أنا امرؤ ضعيف، أنا ماشي أنا لست إنسانا يعني جلد وكان دابز على المواقع وهذا وكان عارف لا أحسن المكر ولا أنا زرق مش دفع بالكم هادشي. والزحام تنعرف غير حاجة واحدة، ملي كيجي الزحام كنرجع للور. ثم كنتي كتشوفوا حتى مع جلالة الملك ملي كنت كنكون معاه غير كنبداو الطريق تيقول لي نوض السمن كيران يلاه كنزيدوا واحد جوج خطوات ولا ثلاثة كيجيو يتزاحموا معايا مخلوقات الله، كنلقى راسي للور كنلقاش راسي لقدام حتى كيبدا لا انتبه كيسول فيا فين السمن كيران، راه هادشي شفتيه أكثر من مرة. وكذاك الشيء راه ماشي غير بجوار جلالة الملك، في الدنيا كلها انا ما عرفتش ما جابش الله ما. ف يعني متى يعني اشعر بنفسي يعني متشجعا وكذا ملي تنشوف اللي معايا يعني انا وياهم، على لان انا ماشي الغرض ديالي نتحكم فيكم ولا ندير بكم شي حاجه، ندير بكم شي مشروع ولا ندير بكم شي مجد ولا ندير بكم حتى كاع الا كان هذا الشيء شي وقت كان صحيح. هو نقول لكم واحد القضيه عمره ما كان صحيح، حتى كاع الا كان هذا الشيء كان صحيح داز هذا الشيء داز المجد وداز كل شيء داز فهمتيني ولا لا، داز حتى الحياه حتى هي راه دازت يعني بقي يعني الشمس على اطراف النخيل انت ولا لا.
يعني لكن يعني ملي كنشوف الاخوان ديالي معايا وداكشي تنتشجع وتنقول يعني تنتفكر بعض المرات ربما ان 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 الموت في هذيك الحاله. قال لك كنت كتقول لي الوليده الله يولي برحمه الله الموت وسط الرجال نزهه, الموت وسط الرجال نزهه اللي تيكون معاك الناس اللي معاك. وكذلك ما تنساوش واحد القضيه, الطبيعه ديال الانسان اللي خلق الله سبحانه وتعالى عليها, اللي خلق الله سبحانه وتعالى عليها, هي انه كي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى المسلمين يصلون وهو مريض ابتسم. لماذا ابتسم صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم لانه اطمأن ان الامه فهمت الامور الاساسيه, وانها وهو على يعني مشارف الموت صلى الله عليه وسلم, انه يعني ان الامه فهمت الامور الاساسيه وانها ستستمر في هذا الدين وستستمر في الصلاة, والصلاة عماد الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذا هو اللي كيهمني أنا الإخوان بطبيعة الحال بعد توفيق الله لي إذا كتب, وتوفيق الله لكم أن تكونوا يعني ذاتا واحدة ومجتمعين ومشي. وأنا لا أريد منكم أن توافقوني على كل شيء, يعني أنا ما زلت مقتنعا بأن كل أخ يحتفظ بالحرية دياله. انا ما عنديش, لو كان كانت عندي هذه القناعه ديال انه اذا سي جاريفو فو دومبتي لا قدرت نروضكم وتكونوا يعني طوع البنان وغنربحوا بهذه الطريقه وغننجحوا, لا ربما حاولت, ما عنديش هذه القناعه. انا عندي القناعه باللي ما نجحوا الا اذا كنتوا انتم, اذا كنت انا حر وكنتوا انتم احرار وشجعان وكتقولوا الراي ديالكم وكتجتهدوا, ولكن ملي كنتاخذوا القرار كنلتزموا كاملين فهمتيني لله وتنكونوا في المستوى المطلوب. هذا هو هذه هي الخلاصه, لانه احنا في النهايه هادشي اللي كنشوفوا في الحياه السياسيه, ان لم تكن كل الحياه السياسيه, معظم الحياه السياسيه ديال 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 المجموعات كل وحده تضبط الايقاع بطريقه معينه, هذا احنا الا كنا غنديروه بلاش شنو الفائده باش غنديروا هادشي؟ الله ليميت هادشي, هذا يحقق لك مكاسب دنيويه, ما انا ماشي حتى شي حاجه كثيره, نقول لكم غير مناصب غير امثال الله شويه ديال الاجور, هادشي اللي كاين ما كاينش حاجه اخرى. لكن اذا يعني اذا كان ما سوف نفعله هو سوف يسجل في عالم القيم لي فالور التي سوف ينظر اليها صغارنا وابناؤنا وبناتنا وتكبر في اعينهم, وربما تقشعر منها جلودهم وربما تسيل منها دموعهم, ويثقون فيها كما وثقنا فيها نحن, ويستمرون عليها ويسيرون عليها ويواصلون المسار بعدنا حتى يتحقق لأمتنا ما نصب إليه نحن من استقامة ومن يعني رقي ومن يعني قدرة على الصمود في وجه الأعاصير التي تأتي من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. فإذا يعني هذا الذي يعني أريد اليوم, أن لا أريد أن أطيل عليكم في موقع سياسيا خلال هذه المرحلة, يمكنكم أن يعني أن تكونوا يعني أنتم يعني من سوف يتحدث عنها, ولكن أهم شيء بالنسبة إلي هو هذا الذي قلت لكم. خمشي ليس من عادتي, انا ما عرفش علاش ما تنطلبش من الناس يدعيو معايا قليل ما, ولكن الى تفكرتي شي مره الاخ ديالكم دعيو معاه, لانه ماشي دائما كتكون الامور يعني سهله وورديه. وقبل ان اختم كلمتي يعني اريد ان ارحب بالاخت سعاده بوسيف, هيك كذا مزيان الا جبتي معاك سيف مزيان, حنا نيت خاصنا شي سيف. صحيح. وإذن هنيئا لك أختي بثقتي أخواتك فيك إن شاء الله, وبحال اللي وعدتك إن شاء الله الرحمن الرحيم أمام الأخوات, أكرر وعدي أمام الأمل العامة أنه ما غنخليوكش يعني بوحدك في هذيك المهمة. طبعا ما غاديش نتقلو عليك,
باش نتقرع عليك ونشوش عليك في الرئاسة ديالك. انت مفوضة في رئاستك حسب القانون، ولكن سنكون إلى جانبك إن شاء الله الرحمن الرحيم بالمساعدة والتوجيه ووضع إمكانيات لازمة لك لكي تنجح إن شاء الله الرحمن الرحيم في مهمتك. وإذا لم يكن هنالك عنصر جديد، نمر إلى ما نحن بصدده. والله ولي التوفيق.